أنت يا الله، قدوس قدوس، الأرض كلها امتلأت من مجدك يا قدوس. أنت يا الله قدوس قدوس قدوس، أنت يا الله. السماوات تحدث والأرض أيضا تخبر، والفلك يسبح إلهنا القدوس. المحيطات وما فيها والمخلوقات تجاريها، والمسكونات تغنيها، قدوس 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 قدوس، أنت يا الله قدوس قدوس قدوس، أنت يا الله. يا ليت لي ألف لساني كي أدعو القاصي والداني، وأشد بكل الألحان قدوس قدوس. يا كل الأمم رنيم، يا شعوب الأرض قديم، له المجد وكريم، حمل الله القدوس. قدوس قدوس قدوس، أنت يا الله قدوس قدوس قدوس، أنت يا الله. اهدوا للرب المعبود سبحا بالدف وبالعود، يا طيور بألحانك جودي، غرد واهتف قدوس. أسمع أصوات الأطفال والرضع تصطح بالعالي، ونساء تنبئ لرجال، هيا نهتف قدوس 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 قدوس، أنت يا الله قدوس قدوس قدوس، أنت يا الله. الله يسعد صباح الجميع. منبلش بصلاتنا، منرفع قلوبنا، صلاتنا من أعماق قلوبنا للآب السماوي، لربنا يسوع المسيح يلي بيحمل كل المجد السماوي، وبنعمته وباسمه نحن منشوف نور العالم ومنحمل نوره بقلوبنا. يا رب منرفع لك كل الصلاة لمجدك العظيم يا رب، لنعمة السلام اللي عطينا إياه بهذه الأيام يا رب، لنعمة الحماية المطلقة اللي حمينا فيها تحت جوانحك يا رب. يا رب منصلي أنه هالنعمة توصل لكل إنسان يا رب على وجه الأرض يا رب، ويشوفوا العالم نعمتك ومجدك وحمايتك يا رب، وسلامك اللي يفوق كل عقل يا رب. يا رب كل واحد بيتنعم بسلامك وبيتنعم ببركاتك يا رب، بيكون عم بيتنعم بالأبدية نحن وبعدنا هون على الأرض يا رب. هيدي نعمة سماوية حطيتها بقلوبنا وبحياتنا يا رب، بنكون قد هالنعمة اللي انت حطتها فينا. اليوم بدي نتأمل بثلاث شخصيات رومانية كيف تعاملوا مع المسيح. في عنا قائد المئة يلي كان قاعد بكفر نحوم، هلا رح اقول شو هو قائد المئة، بس ثلاث شخصيات، قائد المئة
يلي كان قاعد بكفرنحوم وكان عنده عبد عنده مفلوج. قائد المئة يلي كان عم مسؤول وقت صلب المسيح كان هو المسؤول بالمنطقة هونيك وكان عم بيشوف الاشياء قدامه كمان كيف تتصرف. وبيلاطس البنتي يلي هو قائد الولاية تبع الرومان بأورشليم بالتلياني، هيدا كتب مذكراته وكيف تعامل مع الرب يسوع، بس كان ضعيف كتير كتير، كان مقلق شخصيته كتير كتير ضعيفة، والسلطة اخذت له عقلاته كمان رح نحكي عنه. خلينا نبلش بهيدا بيلاطس البنتي يلي هو بيلاطس البونتي، هو اسم تلياني. اجا مثلا لعنده، اجا لعنده المسيح، والمسيح واقف قدامه ما بيحكي، قال له مظبوط انت ملك اليهود؟ قال له انت قلت نعم. قال له هيدي المحاكمة طبعا ما بدي ادخل فيها كتير كتير، بس شايف عليه انه ما في عليه اي خطية يعني، بس كان هيدا اتصرف كان بده يحافظ على سلطته الارضية. نحنا بنعرف انه في عنا 3 سلطات على الارض هي بتخلينا ما نوصل على الملكوت السماوي وما نعيش مع ربنا يسوع المسيح بالملكوت السماوي. هي السلطة الارضية يلي هي اذا كانت شو ما كانت تكون بشغلنا، يعني منحب انه نوصل على مركز معين، كل ما وصلنا على رتبة بشغلنا بدنا نضلنا نطلع اكتر واكتر، بتخذ لنا عقلاتنا وبتبعدنا عن نعمة المسيح يلي هي بقلنا اسقطوا كل شهوات الارض وسلطات الارض. يعني بقى سلطة المادة انه بيعيش واحد على الارض ما بفكر الا قديش صار معه مصاري بالبنك، قديش عنده شقة في ارض، كم بيت صار عنده بالساحل بالجبل كذا، وين بده يسافر. هيدي سلطة المادة يلي بصير في عنده هوس. وربنا قال لهم وقت كان عم بيعمل العجيب، قال لهم عندكم شغلتين، يا بدكم يكون عندكم حب لله، يا بدكم عندكم حب للمادة. وقت فرجوه عملة رومانية. وبعدين ثالث شهوة هي شهوة الجنس يلي هي شهوة المرأة، أو يعني شهوة الجنس، المرأة بتشتهي الرجال والرجال بيشتهي المرأة. يعني هيدي كمان في ناس، يعني في ناس يعني خاصة هلا على العصر اللي نحن عايشين فيه بالإنترنت، هيدي الشيطان بحارب العالم كله فيها. بتلاحظوا انتم بتكون عم نشتغل على الإنترنت ما بشوف إلا اجت بنت مزلطة قدامنا أو 2 عم يعملوا سكس، يعني لحتى يوقعوا إن كان هالشباب أو هالصبايا أو أي واحد يوقعوا بالخطية. لكن عندنا هودي 3 سلطات. هيدا بيلاطس البنطي كان خايف على سلطته من القيصر. وقت كان عم يحكم على، يعني حكى مرته اجت قالت له انا حلمت حلم انه هيدا يسوع المسيح انسان بار، يعني ما عنده خطيه. مش ما تصدق اليهود مثل ما جايين يقولوا لك انه هيدا شو اسمه عم بيدعي انه ابن الله، وعم بيدعي انه ملك اليهود، ونحن ما بدنا الا ملك قيصر علينا وهيك شيء. بقى قالت له ما تصدقون، هيدا زلمه بار، هيدا انسان بار. بس هو قد ما كان بيحب السلطه خايف انه قيصر يروح يشيله من سلطته، بقى راح حكم عليه. يعني هيدا هلا ضل هالعقدة عنده اياها. هن اصلا وقت بيكون عنده واحد متعلق بسلطته الارضيه الا ما بيرجع يوقع، يعني لان هي خطيه. هيدا نفيو بعد سنه، نفيو على فرنسا الرومان، وهونيك بفرنسا قعد 2 سنين كتب مذكراته وانتحر. يعني حتى كمان هلا بتشوفوا الشخصيتين التانيين الرومانيه اتصرفوا بغير طريقه. القائد المئة هلا هيداك يعني من بعد 2 سنين كتب مذكرات وانتحر، كان متعلق بسلطة الأرض ما بده يتخلص عن سلطة الأرض، مع إنه كان شايفه قدامه وراح غسل إيديه قال له أنا بريء من دم هذا الصديق. قائد المئة يلي حكي عنه لوقا بكفرنحوم، كان مرة ربنا يسوع المسيح عم بيعمل عجايب بكفرنحوم، واجا لعنده
واحد قائد مائة، قائد مائة هني ضباط كتير كبار تعتمد عليهم الدولة الرومانية إنه يكون في أمن مطرح ما هني موجودين، ويكونوا أشداء بالمعارك. يعني إذا في معركة بيكونوا بيعطوا أمر لجنودهم يحاربوا بكل طاقة كرمال مجد روما ومجد القيصر، وهن كمان إذا يحافظوا على الأمن مطرح ما هني موجودين. هذا كان عنده عبد، وكان هيئته وهو كان دائما هودي معلمين علم كتير كتير قوي. بقى اجى لعند ربنا يسوع المسيح باتضاع وبهيك كتير جاي، يعني اجر لقدام اجر لورا، ما عارف كيف بده يطلبوا من ربنا يسوع المسيح قد ما سامع عنه انه بيعمل عجايب. بقى اجى وقال له، قال له يا سيد، انا عندي عبد، بس انا جيت من بيتي وقاصدك، لان بدي اقول لك شغله، انه انا ما بستاهل انت تفوت على بيتي وتشفي لي ابني. انت سيد ورجل بار، ما بستاهل انا تفوت على بيتي. اف، يسوع المسيح طلع فيه انه شو هالزلمه، شو عم بيحكي بهالمنطقه؟ ايضا هودي قائل ما يعني بتقول يعني كانه عميد يعني. قال له بطلب منك تشفي لي اياه. وقال له انا رح اقول لك ليش بتشفي لي، لان انا بعرف انه كلمه منك وحده اوكي وين ما كان يكون رح ينشفى. طلع فيه يسوع المسيح قال له كلمه، قال له لم ارى ايمان مثل هذا باسرائيل. اسرائيل يعني الدوله اليهوديه يعني. قال له لم ارى ايمان مثل هذا باسرائيل، ودغري بس هيك دغري انشفى. اجى مراسل من عنده من البيت، قال له العبد تبعك، كانوا يسموه غلام، قال له الغلام تبعك قد شفي تماما. القائد المئة الثالث، شخصيات حلوة كتير يعني، لك قديش هذا قائد المئة اعطاه ايمان، يعني ميزه عن كل باقي اليهود اللي يلي عايش معهم الرب يسوع المسيح بقلوبهم القاسية، وما كانوا يقبلوه أبدا بيناتهم. يعني القائد مئة الثالث يلي هو كان موجود أيام الصلب، كان مسؤول عن الأمن، لأن كانوا خايفين إنه يهتاج الشعب كتير كتير ويوصل الخبر لقيصر ويقول إنه ليش الأمن مش باليهودية، ما في أمن، وليش هايج الشعب، وشو قصتهم، شو في شي مشاكل. بقى كانوا حاطين قائد مئة هونيك ليرتب أمور الأمن ويكون في استتباب للأمن. بقى عم بيشوف الأشياء قدامه، عم بيشوف إنه هالإنسان مبين مظلوم، مبين انسان بدون خطيه بقبار يعني، وعم بشوف الزلازل اللي صارت، عم بشوف انحجبت الشمس 3 ساعات، كل الاشياء عم بيراقبها. ومثل ما قلنا انه هودي الناس بيعلمون ليكون قائد مئة، يعني برتبته العالي بيعلمون علم كتير روما كتير قوي يعني، بكل علمه بكل شيء، بس انصلب الرب يسوع المسيح واسلم الروح، ركع على اجريه ودغري حكي مع السماء، قال له، قال اني اشهد ان هذا الانسان البار هو حقا ابن الله. يعني متكأنه اعترف دغري، متكأنه هيدي اول شغله من بعد ما الرب انصلب، هيدا اول انسان اجى على المسيحيه، لان من بعد منها ترك كل شيء ومشي بطريق الرسل وراح يبشر بالمسيح، لان كتبوا له قصته. هيدا اسمه لوجينوس، لوجينوس ما بعرف شو اسم عائلته، مشهور كثير بسموه القديس لوجينوس. واستشهد كرمال ربنا يسوع المسيح بمدرج روماني حطوه على الاسود والاسود اكلوه. هودي حلوين كثير كثير نعرفهم، لان هالشخصيات الرومانيه كان عم بيشوف الاشياء قدامهم بنعمة ربنا يسوع المسيح، وعم بيكون عم بيدخل الايمان اللي عندهم كتير كتير، مع انه اليهود كان عم يتأسى قلبهم وما عم بيقدروا يشوفوا هالعجائب العظيمة اللي كان عم يعملها ربنا. له كل المجد، نشكرك يا رب على كل النعم اللي بنشوفها عندك، على كل كلمتك يا رب عم تعطينا اياها ونتأمل فيها، بكل نعم الفرح يا رب وبكل نحن نعم وفرحانين. امين. كل شخص سلم قلبه للرب، السماء تفرح بخاطئ واحد يتوب. تأكد انك انت اليوم انكتب اسمك بسفر الحياة. تعالوا مع بعضنا نوقف بفرح، بفرح بكل شخص رجع لعند الرب.
وانت اذا رجعت اليوم لعند الرب قول للعالم انا دايس على عسلك يا عالم، انا بإلهي شبعان. دايس على عسلك يا عالم انا بإلهي شبعان، مر المير اللي بتعطيها عمر ما ترنوي العطشان. دايس على عسلك يا عالم انا بإلهي شبعان، مر المير اللي بتعطيها عمر ما ترنوي العطشان. أنا يسوع مكفيني، قلبي بحبه مليان. دايس على عسلك يا عالم أنا بإلهي شبعان، مر المي اللي بتعطيها عمر ما تروي العطشان. خلاني ملك وسلطان، ملك وسلطان. أنا نفسي أبي فرحاني بابن الإنسان، بدم اشتراني وخلاني ملك وسلطان. لا فلوسك ولا ذهبك ولا حتى كنوز الدنيا كمان مش رح اقبلها، لو كانت على عرشك رح بتملكني زمان. لا فلوسك ولا ذهبك ولا حتى كنوز الدنيا كمان مش رح اقبلها، لو كانت على عرشك رح بتملكني زمان. مهما تحاول تغريني او من مجدك تعطيني، مهما تحاول تغريني او من مجدك تعطيني، انا يسوع مكفيني قلبي بحبه مليان. دايس على عسلك يا عالم انا بإلهي شبعان، مر المي اللي بتعطيها عمر ما تروي العطشان. مهما تتزيد بعيوني بتبقى عريان، وإذا فكرك اسجد قدامك انت غلطان. مهما تتزين بعيوني بتبقى عريان، وإذا فكرك اسجد قدامك انت غلطان. ولعلمك انا ما بسجد انا ولا ركبي بتركع، مهما كان انا قلبي غتنى يوم اللي انحنى قدام اللي بيمن الاكوان. ولعلمك انا ما بسجد انا ولا ركبي بتركع، مهما كان انا قلبي غتنى يوم اللي انحنى قدام اللي بيمن الاكوان. مهما تحاول تغريني او من مجدك تعطيني، مهما تحاول تغريني او من مجدك تعطيني، انا يسوع مكفيني قلبي بحبه مليان. دايس على عسلك يا عالم انا بإلهي شبعان، مر المي اللي بتعطيها عمرها تروي العطشان.